معانا مداخله تليفونيه من دكتور حسام محسن الديب، استشاري الروماتيزم والامراض المناعيه. دكتور حسام مساء الخير، ازاي حضرتك؟ مساء النور، اهلا يا ريني. ازيك يا دكتور، اخبار حضرتك ايه؟ ازيك يا ريني، وانا سعيد ان اكون معاكي في اول حلقه. يا دكتور شرف لينا طبعا. دكتور حسام قيمه وقامه ان حضرتك تشرفنا النهارده بالمداخله دي، يعني شرف لينا وجود حضرتك معانا. خلينا يا دكتور نتكلم عن القلق اللي كلنا تقريبا عايشينه الايام دي بسبب فيروس كورونا. عايزين الاول يا دكتور نطمن على الاعداد، احنا شايفين طبعا ان الاعداد بتزيد، الوضع ايه مع زياده الاعداد يا دكتور؟ بصي يا إيريني، هو دلوقتي الاعداد في العالم كله زادت، كل اللي احنا فيه النهارده كل العالم مر بيه قبل كده وشفناه. يعني احنا شفنا كل الدول لما بدات بحاله وبحالتين وبدات تزيد بالتدريج لما وصلت لارقام كبيره، وبعد كده بدأت تقل واحدة واحدة. احنا الحمد لله ما وصلناش لأرقام خطيرة، لكن الأعداد بتزيد خلاص. فالقلق مش مطلوب، لكن الحذر مطلوب. تمام. القلق بيضر مناعتنا جدا. يعني معظم الناس اللي عندها هلع، عندها خوف شديد، قلق شديد، الوسواس الزيادة يعني من الخوف، بتتعب جدا، بتتعب جدا، وبتبقى مناعتها أقل، وبتبقى معرضة أكتر انها تصاب بالفيروس. عشان كده احنا يهمنا جدا ان احنا نبقى حذرين، ناخد حذرنا على الاخر. في فرق بين انا ابقى حذر واخد احتياطاتي كويس جدا، لكن ما يبقاش عندي الهلع والقلق الشديد، ده اهم شيء. طب يعني يا دكتور حسام، راي حضرتك ان احنا نطمن ولا الوضع يعني ما يطمنش قوي، بس يعني نحاول نطمن علشان التوتر زي ما حضرتك بتقول والقلق؟ لا، هو اكيد الوضع مش مطمن، لكن مش مخيف، مش مرعب. هقول لك ليه. الناس اللي اصيبت، اللي اصيبت يعني اللي جاله المرض فعلا، 95% منهم عدوا بالظبط خلاص. فانا باخد احتياطي وامن نفسي كويس وامن اسرتي كويس. تمام. لسه هتكلم معاكي في موضوع التامين كله، لكن يعني بصفه عامه كل واحد هيامن نفسه كويس جدا. واللي بيصاب بيبقى عارف ان هو 95% بيخف. يبقى اذا يعني الهلع، يعني حالات الهلع ملهاش هنا داعي، علشان جداً. سمعنا برضه دكتور ان الجانب النفسي مهم جدا جدا في العلاج. جدا جدا. الجانب النفسي مهم في العلاج ومهم في المناعه. فلازم نبقى احنا اخدين احتياطاتنا، لكن في نفس الوقت خلاص احنا ريلاكس، اخدين احتياطاتنا على الاخر، سايبين الامور لله، بس نامن نفسنا كويس جدا. طيب وانا طيب نعمل ايه بقى يا دكتور؟ نعمل ايه؟ عارفين ان هو احتمالات الشفاء اكبر بكتير جدا من لا قدر الله احتمالات الوفاه. طيب نعمل ايه يا دكتور؟ الخطوات اللي احنا هنحمي بيها نفسنا واسرتنا واطفالنا، المفروض نمشي على ايه؟ خطوات مظبوطه، علشان طبعا زي ما حضرتك عارف على السوشيال ميديا بنشوف يعني وصفات كتير، وبنشوف طرق للعلاج كتير، وبنشوف ناس اوريدي بتصرف ادويه للناس، على يعني بيطلع لايف مثلا حد معين يصرف دواء للناس، والناس للاسف انها بتمشي على الحاجات دي. احنا نعمل ايه بقى يا دكتور عشان نكون عارفين ان احنا ماشيين صح؟ طيب احنا انا تخصصي استشاري امراض روماتيزميه ومناعيه. المرضى بتوعي اللي بيتعالجوا عندي اصلا مناعتهم فيها خلل. فاحنا هنتكلم الاول عن الاصحاء. الناس الاصحاء يعملوا ايه؟ سريعا يا دكتور. تمام. اهم شيء ان احنا هنتجنب ان يجي لنا العدوى. ازاي؟ طبعا الكمامه اساسي اساسي اساسي، ما فيهاش اي فصال. خلاص. الكمامه في اي مكان بره البيت ضروري، لازم تكون لابسها طبعا. لو كل الناس لابسه كمامه ما حدش هيتعدي. تمام. خلاص. لكن ده مش واقع، لكن لازم نعمل كده. أوكي. خلاص. طيب غسيل الايدين باستمرار مهم جدا 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 بالميه والصابون. موضوع الكحول ليه اهميه، بس مش بالاهميه الكبيره. اهم حاجه هو الكمامه وغسيل الايدين بالميه والصابون، وان احنا نتجنب ان احنا نقرب من الناس. دكتور حسام انا بشكر حضرتك جدا جدا، يعني ان شاء الله هيكون لنا مداخله تاني قريب جدا مع حضرتك، نعرف فيها يعني معلومات اكتر من حضرتك، وان شاء الله يا ريت يعني تتكرم سيادتك وتنورنا في حلقه نتكلم اكتر وباستفاضه اكتر عن الامراض المناعيه وعلاقتها بكورونا في الوقت اللي احنا فيه. شكرا جدا دكتور حسام، شرفتنا بمداخله حضرتك.